السلام عليكم وحياكم الله في تحدي اللي اخترتوه انتو في التصويت اللي حطيناه في القناة دراغون بول زي، والشباب كلهم موجودين معنا بنلعب دوري اربع لاعبين. طبعا الالوان اللي قدامنا الاحمر فهد، الاخضر انا عمران، اصفر والازرق عبد الله، وبنسوي القرعة الحين وبنشوف مين بيلعب ضد مين. طبعا التحدي اللي اخترناه بنسوي طريقة جديدة مرة، الطريقة هذه تجيب انفصام في المخ من كثر ما يتلخبط. هذا اليوم انا فايخ القلب محمد. الفكرة هي وشو؟ اننا بنلعب اللعبة واليد مقلوبة كذا، شوف تشوفون كيف؟ كذا اليد، واحد بيمسك اليد كذا ويلعب. ايش بيصير في الجيم؟ ما اعرف. يا رب. فخلونا اول شيء نشوف القرعة مين بيلعب ضد مين، اوكي؟ يلا. ما في غش، طل في اليد. ما في غش. طيب انا ضد مين؟ انا الاخير اخر. فهد ضد عبد الله، انا ضد عمران. طيب المباراة الأولى عبد الله وفهد. عبد الله وفهد. فهد يعرف يلعب. اقلب. يلا هذا مستعد. يلا الحين ها. خلينا حكام احنا. أصبر. أنا الحين يسار، فلازم أضغط هذا عشان أروح لك اللي هو اليمين. أيوه. يصير هنا يسار. كويس والله معادلة. ها؟ سين يساوي إكس على يمين. ها شوف الوضع. أوكي ماشي. الواحد يعرف يصد والله. والله تفكر. عبد الله. والله شوي. والله الازرق ماشي وضعه. ها مين دي؟ انا هذا من عارف انا اللي الثاني دي. استنى الازرق عبد الله. الازرق عبد الله. الازرق عبد الله. لا يعني فهد لازم تتاقلم مع الوضع. الاحمر ذا صح ايش قاعد يصير؟ لا يا روح انا ما فهمت ولا شيء. دقيقه هنا. صح فهد صح فهد صح. تعودنا. اوكي اسقلب عليك. هي انا مشكلتي مع الازرار. لا 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 فهد امسك عدل. فهد امسك عدل. ايوه عقل عقل عقل. ما لا لا مقلوبه لسه بقطعه طلعونه لتو لان اساسيين ذولي. اوكي اي عادي مسموح. كم يصح علينا ذا مسموح؟ لا لا انا قاعد انضرب وانا حاسم اليوم قاعد اجلد. هذه يا ابوي انا عندي عمني عارف انت مو بالازرق عبد الله. الا اشوف امورك طيبه. طيب والله كنت اجلد بس اني ها ها انا قاعد بصد ما اعرف وين. يلا واحد ونص ضد اثنين. اهم شيء فهد خلنيتك طيبه تمشي امورك. مالك مالك النيه الطيبه. عبد الله حاول انك تكون وسخ. كيف جاكوك ما بدلتها؟ وش يبي العلة؟ خلاص ترى انك قوي بس مو كذا. والله عبد الله قاعد يتشقلب. انا جالس في الهواء يا رجال. كرسي يهز من كثر ما عبد الله ضغط اضراب. يا لطيف فجيته. لا تنكبر عطا عطا. لا ركفر ركفر. شو يسمونها حاجه؟ ايوه اي حاجه حتى انا. ما عليك قدرت تعبت خلاص. ما عليك قدر غير واحد. يا اخو فرصت الخير ما عندك روح. سل ما راح يخذلني. سل والله ما عندك روح التحدي. ايوه صح ارفس زي كذا شوت فيه. وينك طلعت بجيت جبت لي ذا. اقدر اطلعك اول ما ادري. اوكي ايوه فهد يا الله التطبيق ملخبط فيه. يا فهد يدي عوض. يجيبون العيد. ماني عارف فهد باقي له لاعبين صح؟ لا باقي له لاعبين. ايه اليد شكلها نشتري يد جديده. والله يبغى خلاص ودعها بعد ذي القرد. الله يا مره اسمع تعب في صوت يا راجل كذا عجنها عجن. خسر عبد الله. خسر اصبر انت الجيم برا كت. هاي موت خلاص. برافو والله عبد الله. يعني والله لعب فقع وجهي. حاولت الحين. انت مو فقعت تجي بالبدايه كيف مثلت؟ ماني فاهم والله. انا شفت اللاعب حقي بصراحه يجلد لاعب بس ما ادري ايش صار والله. جلده كنظر بس جلدتك انا. يدي كم باك حلو فهد. بلاي ستيشن والله اللي صار تحت بتعبكم. ما عليك عندي خدعه. ماني عارف استخدم خدعه معك ولا مع فهد. لا لعبة سهلة مرة يا رب. ايش بيصير؟ اكسار ضغط. استخدم ال2 اكسار. هذا مثلث اكس فوق محمد. يا جبان تبغى التحدي ضغط في الشاشة. ضغط اكسار صار مثله. هو ضغط هذا ضغط بعد. استخدم هذا عشان تقرب منه بسرعة. غير الشخصية. دقيقة استنى خلينا نفهم. في زر غير هذا الزر؟ عمران انقز استخدم هذا. انقز ايه ايوه كل انا تورطت. لا والله انا اقوى والله عندي هدوك كثيره. خلينا بس امن الفوز. ما يصير امن الفوز. في غش من ورا بيجي.
ما يصير كذا اللعب. وش ذا؟ لا بلا القانون يقول يا اخي وش ذا من جد باخر المباراه ولا جزاء هو اسلوبه وسط تسوي بعد كذا سوى معنا الجيم اللي قبل انا لاني مو موجود انا شو بسوي الحين لا لا يحضر كذا اوكي يلا يلا اللعب طيب طيب انا ما عارف هو اللي فوق هذا تحت ولا تحت فوق ولا ما ادري ايش كان يسوي اصلا عادي اجلد اجلد اضغط كل شيء باقي مره زر ثاني اي هذا الزر شكله كويس اوه والله كويس الزر هذا دقيقه تعال 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 دقيقه خليني اكمل عليك كفو محمد اي هذا الزر ممتاز والله يمدحونه اوه والله كيو والله ما عليك فرش لك اياه هذا خلص وش قاعد يسوي؟ وش خلصت؟ طلعت يلعب مسخافه يلعب مسخافه مره مره بايخه طلعت المباراه انا قاعد اسوي مع عبد الله كذا زين ما المشكله خربت خربت الفكره حقت اللعبه نفسها انا فزت ها؟ مبروك يلا ما في قانون يمنع المقطع تشكحه كامل يمديك من خياسه شنو انهزم بس محمد زعلان ماني بلاد ما سويت شيء ما قدرت اسوي شيء اصلا طيب خلاص شخصياتكم جاهزه الله الله هذا قال بيده وين هو لسه جالس غش 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 ما تجيني زي كذا لا عيب 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 ارجع ارجع خلينا نتفاهم ارجع محمد ايش بك ساكت؟ ما داول اول واحد بسم الله ايوه اشرب 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 تجرع تجرع من خياسك غشاش عمران ايش صار؟ ايش صار عمران؟ هاي حلو حركة من حلاوه الحركه اصلا اوكي 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 اللي يضغط زر اول واللي فوق ما ادري نجيب لك الاكبر منك امه ايوه ما تخلص بالحركه المشكله تنقصك شويه هذا ليش ينقص كذا صح فهد صح عليك فيه ضحكت عليك عليك فيه بالدور ايش قاعد يصير؟ والله حلو خرب ام الجيم عمران هذا الزر حق نسى الزر حق الاكس ضيع الزر حق سبام لا بس جرب الزر الجديد صح فهد صح شربه لا عطيه ايوه اخيرا انت فاهم من اول والله هدوك كبير وش هذا خلص كمل والله معلش شباب بس ابغى افوز والله بصراحه يعني حتى لو الطريقه رخيصه عادي ما فيها مشكله صح كافو فهد كافو ليش مو قويه لا ما جت بالضبط اما داون اما طلع اوه الضربه هذيك كانت تقريبا نص طاقتي ايوه لا يوقف لا يوقف صح ايه حق الطيران ادري لا حول ولا قوه الا بالله ابعد هناك انقز فهد انقز هناك هناك والله والله حركه ممتازه يا الله مربع انسى الضغط كفو كفو اوكي لسه باقي لي واحد بس دي استنى هو كيف يسوي فيجيتا نفسه والله هذا عصب والله زياده هذا والله كثير هذا حقته فزت في البطوله سويت علي سويت علي اوه والله فهد اوه كنت تتحداني انت يا بالغش مو بالغش والله مو بالغش فاز وجهك والله يا اخي ما في قانون يمنع غش حقك انت قلت اقول لكم اقلبوا اليد انتم وافقتم غلطتكم انكم وافقتم لان كان هذه الخطه حقتي لا 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 امزح لا غش كذا فاز علينا اوكي 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 فاز بالغش الجمهور هو اللي يحكم احكم يا جمهور لعبوا غش ولا لا اللي تلعبوا اغلبوا طب نلعب ماتش انا وياك لحالنا كذا عادي داخلين اهرب ها ابى اهرب
شو تطلع في بعض؟ ها يلا يلا لا ما في خاتمه ما في الفيديو بيكمل ما تعاد يلا ladies and gentlemen we have a champion his name is Imran. طيب مين نشجع الحين؟ يلا يلا بس لا تصرف مين نشجع الحين؟ نشجع فهد طبعا كلنا نشجع فهد انا بس ما العب ضد عمران فعشان كذا ما لو لعب ضده بتشجع فهد عشان كذا بشجع عمران انا شخصا ها عدوك الحين عدوك اقعد يلا يلا فهد عطه ايه عاد اقعد يا واد عدوك انا اقول لك دي زراعك تخيلها كمكم عليك الحين اي يا كم كم ها فين هذه في السماء حطيت هذه فين ضيعت ما ادري كافو عادي عمره كافو هو في يعني يعرف شو كل واحد يعصب يعني ليش اوه اللي بعده عادي عادي يمديك يمديك كويس نشجع عمران والله خوفي بعد ما حطينا ظهرنا في فهد الحين انت اللي حط ظهرك مع فهد هذه المشكله انا اثق في عمران الين ما يخسر اذا خسر خلاص ما اثق فيه رجع عمران اجرده من قريب روح اجرده من قريب صدق صح صح حلو كذا يلا يلا اوه نايس اوه والله ممتاز شوف يطيره طططط هي وش قال رجع فهد فهد والله قمت اخاف الحين فهد لسات ثقتي في عمران يعني مستمره يا ولد ايش في وقفته كفو تعصيبتك اقوى جاته 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 الثانيه ما جاته ولا الثانيه ما جاته ايوه سلام صدته يا سلام وي 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 رحت فيه رحت فيه والله طلع كل شيء صدته طلع العائله كلها كفو هذا صعبه يا فهد عليك ها تقدر اوكي اول الكبير ضد الاصغر هل مو هو ليش تضرب ولدك لانه سلاطه ما يذاكر ايوه كفو يا فهد يمديك 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 يلا اجل انت النوم اجل انت اجل انت كفو يا فهد كفو يا فهد كفو وليت مقلوبك لا لا قل والله حط هذا الفيديو ها كفو يا فهد صح عليك يا فهد صح عليك يا فهد نشوفكم على خير ونشوف من اللي يستحق الفوز قلهم يستحق الفوز الحين الحق حق هم اللي يحددون هم اللي يحددون ما عندي مشكله انتم حددوا اختاروا عبد الله اختاروا عبد الله انا عادي انا رش عبد الله والله لعيب بالمقلوب احسن واحد كان يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه حياكم الله حياكم الله الله يبقيكم يعطيكم العافيه عليكم هذا يمين اهلا وسهلا يعطيك العافيه يعطينا العافيه ان شاء الله اشتراك لايك واضغطوا على الجرس عشان يجيكم تنبيهات لكل فيديوهاتنا الجايه مع السلامه مع السلامه حقت جوجل مع السلامه